كابتن ماهر، مكاسب كبيرة وما شاء الله وعديدة يا اسلام بصراحة خلال الفترة اللي فاتت ديت. اولا طبعا من المكاسب اللي ربنا وفقنا بيها اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لمستر كولر في الوقت المناسب. كان يهمنا جدا ان احنا نختار هيد كوتش يكون على دراية كبيرة جدا، عنده خبرات، 61 سنة، اشتغل في الدوري الألماني، اشتغل في محافظات كتيرة جدا مع منتخب النمسا. فكان اختيار جيد جدا لمجلس اداره النادي الاهلي انه يختار الهيد كوتش مستر كولر في الوقت المناسب.